كان مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه من صفحه تكمل العربيه مباشره معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف دهنجي. بهذه الجلسه ومع افتتاح اسبوع تداول جديد، شو مخبي لنا السوق، اسواق المال، التقلبات اللي ممكن نكون عم نشهدها، شو ممكن يكون عندي بعض التغيرات اللي ممكن او فرص الاستثمار اللي ممكن يكون عم نستفيد منها بشكل او اخر. طبعا رح نتابع هذه الجلسه ونشوف باستعمال ابرز التحاليل التقنيه وابرز استراتيجيات التداول شو ممكن طبعا نقدر نستخرج من السوق كفرص استثمار. اهلا وسهلا بجميع، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسات الصباحيه اللي عم نقوم فيها بشكل يومي. يعني وجودكم طبعا بهذه الجلسات الصباحيه شيء نحن يعني نفتخر فيه. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بالجميع. بكل بساطه نحن عندنا مركزين، مركز بيع اليورو دولار اللي هو 0.3 ومركز بيع الذهب او اسعار الذهب. اليورو دولار وصل لمستويات اذا بدكم مهمه جدا، وبعض التقلبات طبعا ارتفاعه الى هذه المستويات ممكن نكون عم نبتدي نشهد اشاره انعكاسيه او ارتداد بسيط لتسجيل الموجه بي من الموجه رقم 2. خليني افسر لكم بكل بساطه شو اللي صار عندي بالنسبه لهذا السيناريو المفترض، وخليني اعطيكم فرصه استثمار اللي انا كنت شفتها على اليورو استرالي اليوم، بس اعطوني شويه وقت. بالنسبه لي طبعا على الرسم بين اليومي او الاسبوعي لزوج اليورو دولار، كنا دخلنا بعد موجي باستعمال موجات اليوت بشكل 5 موجات اللي هي 1 2 ويف 3 ويف 4 ويف 5. انتهينا من الموجه الضخمه اللي هي بيج اي او الموجه الاولى، وتوقعنا انه قد انتهينا من الموجات التصحيحيه الثانيه اللي هي ويف 2. فلا نحن في بدايه موجه اندفاعيه الثالثه لزياره مستوى ال 109 وحتى اقل لليورو دولار، تمام؟ هلا على الرسم بين اليومي الانخفاض اللي شهدناه على اليورو دولار بهذا الشكل او بنفق ميل على انخفاض، بكل بساطه هذا بيدل انخفاض الموجه رقم 1 بشكل 1 2 3 4 5. 5 موجات انخفاض وهذه تلقب بالموجة الأولى. هل نتوقع ارتفاع الموجة الثانية اللي هي طبعا بشكل 3 موجات، وكلنا بنعرف انه ABC الموجة الثانية ما قبل الانخفاض الضخم بالموجة الثالثة. هلأ الموجة الثانية اللي هي دبل اي من المفروض انه توصل لمستويات 61.8% في بوناتشي، صح ولا لا؟ هذا الرقم المنتظر على فيبوناتشي اللي على طول بننتظره او على طول بناخده بعين الاعتبار، او كحد اقصى ال 76.4% فيبوناتشي، تمام؟ هلا اذا بدنا نحدد هول الارقام من اخر قمه سجلت عندي لاخر قاع على الفيبوناتشي، المستوى المنتظر لليورو دولار لدخولنا بمراكز بيع هو مستوى ال 114.17 كحد اقصى مستوى ال 114.70، تمام؟ هلا ما في شك انه هذه المستويات مستويات بيع، ليش داخلين مراكز بيع نحن؟ هذه المستويات مراكز بيع لويف بي ما قبل الارتفاع بموجه سي الموجه الثالثه التصحيحيه، اوكي؟ ومن ثم تعزيز مراكز البيع. فهلا هذا اذا بدكم المركز اللي دخلنا فيه اللي هو مركز بيع اليورو دولار، مستوى ال 112.64 بنخرج منه انخفاض 60 او 70 نقطه، يعني ممكن نجني منه تقريبا بحدود ال 200 دولار او 250 دولار لمركز البيع لليورو دولار. اما بالنسبه للذهب دخلنا بمراكز بيع ونتوقع تكمله اتجاه الهابط. ما في شك انه بعض التقلبات اللي عم نشهدها على اسعار الذهب صعبة جدا التوقع اذا بدكم السيناريو القادم او المفترض، وانما هذه المستويات هي خلينا نحطها ببالنا كمضاربين انه نحن عم ناخذ بعين الاعتبار خطوط الدعم والمقاومة بشكل مثلث، وهذا بيعني انه ممكن نحن نكون بعدنا بضمن موجة تصحيحية، ونتوقع اذا بدكم تكمل الاتجاه الهابط على المدى الوسط للطويل. اول موجة دخلنا فيها من اخر قاع تلقب بالموجة اي بي سي دي، ونحن هلا في صدد ارتفاع الموج اي وانتهاء موج اي لتكمله اتجاه الهابط. هلا بكل بساطه نحن كمضاربين بدنا نحافظ على وقف الخساره اللي هو على اخر قمه تم تسجيله عندي على 1311، وانما نحن الوقف الخساره اللي عارضينه لان داخلين على المدى الوسط للطويل بالنسبه لاسعار الذهب، دخلنا بوقف خساره على مستوى 1324 على هذه القمه، وتوقعنا انه هلا مع انخفاض اذا بدكم الموجه الخامسه ممكن نبتدي بجنى الارباح واستهداف مستوى 1240. وانما موجات اليوت شو بتقول لي؟ موجات اليوت بتقول لي هذه الموجه رقم 3 اللي انتهت هون، الموجه الرابعه اللي هي تلقب باي في كحد اقصى بحق لها ترتفع لقاع الموجه الاولى، تمام؟ وهذا هو القاع اللي هو طبعا الموجه الاولى، اوكي؟ يعني هذا هو كحد اقصى
ممكن الموجة الرابعة توصل له ما قبل تعزيز مراكز البيع. فمشان هيك نحن لنعرض وقف خسارة، وبالنسبة لموجة اليوت بدنا نكون عارفين موجة اليوت وقوانين موجة اليوت، على أنه الموجة الرابعة لا يمكن الالتفاف مع القاع تبع الموجة الأولى. فبهذه الحالة نحن بنعرض وقف خسارة على مستوى ال 1324، ومن المتوقع أنه نكفي بالاتجاه الهابط واستهداف مستوى ال 1240 كتيك بروفيت أو تحديد أرباح. هيدا بالنسبه لاسعار الذهب. فرصه الاستثمار على اليورو استرالي اللي كنت حابب اقول لكم اياها، كنت دخلنا وكنا عرضنا اصلا معظم الرسوم البيانيه، ومن بيناتهم هذا الرسم البياني اللي تابع لزوج اليورو اي يو دي اليورو استرالي على اطار 30 دقيقه، اللي هي طبعا تعتبر اذا بدكم مضاربه. بكل بساطة توقعنا ارتفاعه إلى مستويات المحددة باللون الأصفر وبداية موجة هبوط ضخمة جدا. إذا بتلاحظوا على اليورو أسترالي على رسم بيان الساعة، خلينا نتكلم كمضارب شوي، تمام؟ خلينا نتكلم كمضارب على رسم بيان الساعة. إذا بدي أدخل بتفاصيل الرسم البياني، هذا رسم بياني أمامكم، معظم المضاربين إذا بدي أسألهم شو بتتوقعوا على هذا الزوج؟ هذا اليورو أسترالي أمامكم، شو بتتوقعوا عليه؟ بكل بساطة ممكن يتوقعوا إذا بدكم خطوط دعم ومقاومة، ممكن يتوقعوا سبلاي وديماند، ممكن يتوقعوا خلينا نقول بعض البيفوت بوينتس، ممكن يعرضوا مؤشرات أو انديكيتورز على الرسم البياني كالار اس اي أو مؤشر للقوة النسبية أو معظم المؤشرات الأخرى، تمام؟ فبكل بساطة من المتوقع أنه نحن كمحللين أو كمضاربين لا يمكن تحديد الاتجاه القادم غير ما يكون عندي استراتيجية تداول مميزة. شوفوا انا كيف عم فكر، انا لأقدر حل هذا الرسم البياني بكل بساطه اخذت اشاره واحده فقط لا غير، اللي هي كانت المثلث. شوفوا وين المثلث كان عندي هون، هذا المثلث اللي انا اخترته بكل الرسم البياني لتحديد الموجه الرابعه. ليش؟ لان الموجه الرابعه على طول بتكون واضحه اكثر من غيرها. طب اذا انا عم اقول لك هذه الموجه الرابعه اللي هي تلقب بي اي في، اوكي، الموجة الرابعة عفوا تلقب بـ اي في، يعني هيدي الموجة الخامسة اللي هي تلقب بـ في، يعني هون عندي الموجة الأولى 1 اي دبل اي، هي الموجة الثانية تريبل اي، تمام؟ هلا شو اللي عم جرب بوصلكم اياه؟ شو اللي عم جرب بوصلكم اياه انا كموجات اليوت؟ عم بقول لك اذا في حال انا توقعت الموجة الرابعة بالنسبة للمثلث، يعني انا قدرت احدد انخفاض خمس موجات. لا اقدر احدد انخفاض خمس موجات اللي هي بشكل 1 2 ويف 3 دخولي بالموجه الرابعه وانخفاض الموجه الخامسه، يعني قدرت اتوقع ارتفاع ثلاث موجات تصحيح اي بي سي. شو يعني؟ يعني من وراء توقع ثلاث موجات تصحيح اي بي سي اللي هي تلقب بويف 2، هيدي ويف 1، خمس موجات انخفاض تلقب بويف 1، ارتفاع ثلاث موجات تصحيح اي بي سي لويف 2، دخلنا بمراكز بيع ونتوقع موجه الرقم 3 الاندفاعيه. فبكل بساطه اذا بتلاحظوا، خليني ادخل بس على الرسم البياني قبل هذا اليورو استرالي، اوكي، دخل انا، اوكي، هذا اليورو استرالي، هذا قبل ما نرتفع هون، قبل ما نبتدي عفوا بالانخفاض اللي هي بالموجه الثالثه، هون كنا عم نخفض 1 2. الموجة رقم 3 أيضا تتضمن خمس موجات 1 2 3 4 5 باللون الأسود مثل ما عم تشوفوا. رجعنا دخلنا بـ A B C D E المثلث اللي هو عطاني الإشارة للموجة الرابعة اللي هي تلقب بالـ I V، ومن ثم انخفاض الموجة الخامسة اللي هي تلقب بالـ V أو 5. انتهينا بانخفاض خمس موجات، هيدا بيعني إنه الموجات التصحيحية تلقب بـ A B C هذه الموجة رقم 2. هيدي الموجة رقم 1، ارتفاع الموجة رقم 2، وتوقعنا انخفاض الموجة رقم 3 من مستوى ال 160 30. عم بتشوفوا امامكم بس الارقام من مستوى ال 160 30، تمام؟ رجعت دخلت رسم بياني مختلف انا على اليورو استرالي، وقلت لكم هذا قبل، هذا قبل على اليورو استرالي، قلت لكم هلا نحن في صدد ارتفاع ثلاث موجات تصحيحية قبل الموجة الثالثة. بكل بساطة ليكوا السيناريو كيف مشي عندي، هيدي الموجة الأولى ثلاث موجات تصحيحية، الموجة رقم 2 من مستوى ال 160 30، يعني هذا المستوى، هذا المستوى اللي دخلنا فيه بمراكز بيع نحن، تمام؟ واستفدنا من هذا الانخفاض ونتوقع تكملة اتجاه الهابط لليورو مقابل الاسترالي، يعني ضعف اليورو دولار متوقع، اوكي؟ يعني متوقع انه نشهد موجة اندفاعية ضخمة على اليورو دولار بالاتجاه الهابط اكثر واسرع واضخم واقوى من الاسترالي دولار، يعني يا اما الاسترالي دولار بيحافظ على مستوياته الحالية، اوكي، هيدا اذا بدكم نوع من السيناريوهات المفترضه، يا اما ممكن الاسترالي دولار ينخفض
ولكن اقل وابطا من اليورو دولار، اوكي؟ فكل الاشخاص اللي حابين انه يدخلوا بمراكز بيع على العملات الرئيسيه، انا بنصحهم يدخلوا بمراكز بيع على اليورو افضل من الاسترالي دولار، تمام؟ هلا بالنسبه للازواج او السلع، خلينا ندخل على الكوموديتيز اللي هن الكرود اويل او اسعار النفط. اسعار النفط في صدد موجه تصحيه من هذا القاع. ما في شك انه كل الاشخاص اللي عم بشوفوا الرسم البيانات التابع للنفط بيعرفوا انه هذه موجه اندفاعيه، هذه موجه تصحيه، ونتوقع ان تكون قد انتهت على هذه المستويات بسبب الموجه اللي هي تلقب بشمعه، او عفوا بالشمعه، مش ليس بالموجه، بالشمعه على رسم البيانات اللي هي تلقب بشمعه الدراجون فلاي او دوجي دراجون فلاي. هذه الشمعه على قمه اسعار النفط اعطتني اشاره انعكاسيه اللي هي ممكن من خلالها نتوقع تكملة اتجاه الهابط لأسعار النفط، وأقله زيارة مستويات 52 وحتى ال 50 دولار ما قبل الارتفاع عن جديد. هذا بيعني إذا في حال عم نتوقع انخفاض أسعار النفط من المستويات الحالية، يعني أولاً إذا في حال أنا كمضارب ممنوع أعرض وقف خسارة أقل من آخر قمة تم تسجيل عندي. مستوى ال 58 86 ممكن تكون وقف خسارة حساس جدا إذا في حال أنا مضارب وبدي أعرض وقف خسارة لمراكز البيع لأسعار النفط. هيدي أولا بالنسبة لل WTI. هلا العلاقة الأخرى اللي موجودة بينه وبين الدولار كان، هيدا بيعني إنه الدولار الكندي ممكن يكون قد انتهى من الموجة الأولى اللي هي الموجة الأولى من الموجة رقم 3. انخفاض أسعار الدولار كاد من مستويات 134 40 كانت منتظرة، وانتم عارفين بالأكاونت هيستوري وبالتاريخ تبعنا دخلنا بمراكز بيع على مستوى 134 40 عم تشوفوها أمامكم، وخرجنا منها بربح 604 دولارات، تمام؟ فنحن كنا عارفين انخفاض الدولار كاد من هذه المستويات. ممكن ومع توقعنا لانخفاض اسعار النفط وبحكم العلاقه العكسيه بين النفط والدولار كاد، هذا بيعني انه الدولار كاد قد انتهى من الموجه الاولى، نتوقع ارتفاع الموجه الثانيه لزياره مستوى ال 133 80 او مستوى ال 134 10 كحد اقصى. بكون سعر النفط ومع ارتفاع الدولار الكندي الى هذه المستويات، بكون سعر النفط سجل موجه الهبوط المتوقعه لتثبيت مستوى 52 وال 50 دولار، ومن ثم نتوقع تكمله اتجاه الهابط للدولار كاد وارتفاع اسعار النفط عن جديد. بهذه الحاله ممكن نكون نحن كمضاربين منتظرين فرصه استثمار على الدولار كاد تقريبا على مستويات ال 61.8% كحد اقصى، مستوى ال 133 90 رح نكون عم ندخل عليه امر معلق بالبيع. سلمت اوردر على مستوى ال 133 90 اصبح موجود عندي امر معلق بالبيع، خلينا نقوم بتعديله، اوكي موديفاي اوردر، خليها تكون 133 90 وليس 92، اوكي امر معلق بالبيع عقد كامل على مستوى ال 133 90، اوكي لدخولنا بمراكز بيع وتعزيز مراكز البيع لبدايه الموجه رقم 3 الاندفاعيه. يعني لكل الاشخاص اللي بده يدخلوا معي بمراكز بيع على الدولار كاد على هذه المستويات بده يكونوا عارفين انه ما راح يقدروا يلحقوا الانخفاض، لا راح يكون سريع. الموجه رقم 3 من 3 هي اسرع موجه بموجات اليوت، وهي المضارب اذا بيقدر يلقطها او يقدر يعني يدخل فيها هي بتكون انسب موجه للتداول، وهي اكثر شيء ممكن اذا بتكون مثل ما بيقولوا يعني تفشلنا خلقنا، يعني نحن نكون عم نركب موجه ضخمه جدا اندفاعيه اللي رح نجني اربح فيها ضخمه جدا وسريعه جدا. هلا بالنسبه للدولار كاد هذا هو السيناريو المفترض المتوقع وايضا اسعار النفط. بالنسبه للدولار ين، الدولار ين لكل الاشخاص اللي عم يفكروا يدخلوا بهذه المنطقه الافقيه اللي ميل على ارتفاع، برجع بقول لهم يفكروا مره وبفكروا مرتين وثلاثه قبل الدخول، لانه بالنسبه لنا اسعار الدولار ين او الدولار ين بشكل عام هو من العملات الرئيسيه اللي يعتبر او يلقب بسيف هيفن او ملذات امنه. فبكل بساطه لما يكون الدولار الامريكي عم يقوى على الين الياباني، هذا بيعني العملات الرئيسيه نتوقع موجه هبوط لها. ليش؟ اذا الدولار الامريكي عم يقوى على عملة تلقب بعملة الملاذ الآمن، هذا بيعني الدولار الأمريكي قوي جدا، والدولار الأمريكي عنده موجة اندفاعية بالاتجاه الصاعد ضخمة جدا متوقعة. يعني ممنوع نحن ندخل بمراكز شراء على اليورو والأسترالي والاسترليني وإلى آخره.
يعني النهار اللي بتشوفه الدولار ين باتجاه عام صاعد بموجة أو بنفق ميل على ارتفاع، هذا بيعني السيناريو المفضل والمحبذ على العملات الرئيسية الأخرى هي مراكز بيع. هلأ الدولار ين أتوقع وصوله إلى مستويات 112.50، 112.60، 113.50، هذه المستويات المنتظرة لدخولنا بمراكز بيع. بنكون وصلنا لمستويات إذا بدكم ابتدى زخم الارتفاع أو المومنتوم يضعف، ابتدينا إذا بدكم نخسر زخم الارتفاع، فمن هونيك بنرجع ندخل بمراكز بيع ونعزز مراكز البيع. الدولار ين هلا منه متصدد انه ممكن نفكر بسيناريو سلبي عليه، وخاصه انه المؤشرات الامريكيه الاس بي 500 والداو جونز بعدهم باتجاه عم صاعد، وعم بتشوفوا انه ما عم نقدر نرتد، يعني كل موجه تصحيه عم تلقب بموجه اذا بتكون واضحه انه موجه رقم 2 والموجه رقم 4. عم بتشوفوا انه الارتفاع بالمؤشرات الامريكيه ويف 1 موجه رقم 1، هذا الانخفاض كان موجه رقم 2، الثلاثه الاندفاعيه موجه رقم 4، متوقع ارتفاع الخامسه. فبكل بساطه ممكن حتى ايضا بالموجه الخامسه نعمل شيء يسمى او موجه تسمى او تلقب بالموجه الامتداديه او اكستندد ويف. اكستندد ويف على طول بتكون الموجه الخامسه، متوقع انه تسجل اذا بدكم خلينا نقول مستويات اكثر من المتوقع، كرمال لا تتصيد وقف الخساره وترجع ترتد باتجاه معاكس سريع. كلنا بنعرف انه في شيء في سوق الفوركس اسمه ستوب هانت، والستوب هانت هو لما السوق يرتفع بشكل سريع يلمس وقف الخساره لكل المستثمرين والمضاربين، يرجع ينعكس بالاتجاه المعاكس، او عفوا ينعكس بالاتجاه المضاد للي كنا داخلين فيه او مع الاتجاه اللي كنا داخلين فيه. هلا بكل بساطه نحن هذه السيناريوهات المفترضه على اليورو دولار، على اسعار الذهب، على الدولار كاد، على اسعار النفط، الاسترليني دولار، ومع بدايه اذا بدكم الوصول الى نهايه هذا الشهر، وخاصه عارفين ان نحن في شهر في مارش 28، يعني ب 28 هذا الشهر نتوقع انه هي اخر فرصه للاتحاد اذا بدكم الاوروبي وبقاء بريطانيا فيه او خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. فبكل بساطه التصويت اللي هو تابع للبريكزيت، كنت نزلت اذا بدكم مدونه، كنا نزلنا عملنا ابلود لمدونه تكلمنا فيها على البريكزيت، فلكل الاشخاص اللي حابين يدرسوا اذا بدكم هذه التحاليل الامور بريكزيت والانظار على المدى العام جيفري كوكس، وايضا يعني مقال اخر عن بريكزيت، فكل الاشخاص اللي حابين انه يستفسروا اكثر عن هذا الموضوع ويشوفوا اذا ممكن يستخرجوا بعض فرص الاستثمار اللي تابعه للاسترليني دولار جي بي يو اس دي، بقدر انه لازم يتبعوا الاقتصاد بشكل اخر اذا بدكم او بشكل دقيق. وانا بالنسبه للتحاليل التقنيه اللي رسم بيني الشهري اتوقع انخفاض اذا بدكم الاسترليني دولار الى مستوى ال 121 كحد اقصى، وايضا اذا في حال يعني احنا السيناريو المفترض اللي كنا عم نقوله انه الموجه التصحيحيه اللي ابتدى فيها الاسترليني دولار من القاع اللي هي ويف اي بي، ونتوقع ارتفاع ويف سي لمستوى ال 159 منتظره، تمام؟ هلا اذا في حال منتظره انه يكون عندي موجه سي، نحن توقعنا على طول بتعرفوا شو المستويات المنتظره 61.8% او 76.4%. هذه الارقام المتوقعه انه يكون اذا بدكم كحد اقصى السوق عم بيوصل لها. بنلاحظ انه الاسترليني تلامس مع مستوى ال 61.8%، اذا بنعمل زوم ان مستوى ال 61.8% تم لمسه من قبل استرليني دولار على رسم بيان الشهري. هلا انا شخصيا كنت بفضل انه نكون عم نتلامس مع مستويات ال 121 اللي هي مستوى ال 76.4% ما قبل الارتفاع. ولكن اذا في حال هلا الاسترليني دولار كان اكتفى بال 61، يعني عند صدور اذا بتكون اخبار الاتحاد الاوروبي وبريكزيت والى اخره ممكن نشهد موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد لاختراق مستوى ال 143، يعني التقلبات ضخمه جدا يا جماعه. وايضا عندي سيناريو مفترض اخر بالنسبه لموجه اليوت بتقول انه ممكن نشهد انخفاض لتثبيت قاع مستوى ال 121 ما قبل الارتفاع. فبكل بساطه هون انا كمضارب ممكن اذا بدكم يعني يكون عم بعرض حالي للخطر اذا بدي ادخل بسيناريو مفترض على استرليني دولار واقول انه ممكن يرتفع 1000 نقطة او ينخفض 1000 نقطة. فبكل بساطة السيناريو المفترض هو انه نعرض امر معلق بالشراء، امر معلق بالشراء على مستوى 76.4%، مستوى ال 121 امر معلق بالشراء باي ليمت اوردر على مستوى ال 121 20،
جزء من العقد، ربع جزء من العقد، نصف عقد، عقد كامل، حسب رأس مالكم وحسب إدارة المخاطر. اعرضوا أمر معلق بالشراء على مستوى 76.4%. إذا في حال على البريكزت انخفض بشكل سريع، بنكون دخلنا بمراكز شراء على القاع. أنا بأكد لكم إنه مستوى 76.4% ممكن يكون القاع المنتظر لاسترليني دولار ما قبل ارتفاعه لمستوى ال 150 و 158. فلكل الأشخاص اللي بحبوا الاسترليني دولار وبحبوا المخاطر، ادخلوا بأمر معلق بالشراء، يعني باي ليميت أوردر، مثل ما عرضناه أمامكم هلا، هو الدولار كات سلمت باي ليميت للجي بي بي يو اس دي على مستوى ال 121 20، وهونيك راح تكون إذا بدكم القاع المنتظر للدخول بمراكز شراء للاسترليني دولار، وراح نكون إذا بدكم اشترينا على القاع الجي بي بي يو اس دي. انا بتمنى لكم التوفيق، وممكن بتمنى لكم نهار اكثر من رائع. بقدم لكم اياه من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك. كان معكم المحلل التقني والمدرب المعتمد جوزيف بهرجي. بشوفكم جلسه بعد الظهر، الى اللقاء.